ولما قال الله لداود اعملوا آل داود شكرا قال أهل العلم لم يخلو بيت داود لم يخلو بيت داود من رجل صائم أو قائم أو يذكر الله، فإذا نامت المرأة قام أولادها، وإذا نام النساء قامت الرجال، وإذا انشغل الرجال قام الغلمان. لا يخلو البيت من عابد لله جل وعلا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقد سمع عمر رضي الله تعالى عنه رجلا يدعو فيقول اللهم اجعلني في الأقلين، فقال عمر رضي الله تعالى عنه له ما هذا يا رجل؟ قال إني سمعت الله جل وعلا يقول وما آمن معه إلا قليل، وسمعت الله جل وعلا يقول وقليل من عبادي الشكور، وسمعت الله جل وعلا يقول وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، في آية داود وظن داود أنما فتناه. والمقصود أيها المبارك أن هؤلاء وإن قلوا إلا أن لهم المقام العظيم والموئل الكريم، فلا يقبل ولا يعقل أن نقرأ سورة يمتن الله جل وعلا فيها بما سخره على عباده من عظيم النعم وجليل العطايا ونحن واحد من أولئك الناس نتقلب في نعم الله تبارك وتعالى ونرتع فيها ما بين ستر المثالب والمعايب وإظهار المناقب وهي منه جل ذكره، ثم لا يكون منا شكرا لله تبارك وتعالى لها. فالله جل وعلا يحب أن يشكره عباده على نعمه، كما قال ربنا تبارك وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فما أجمل أن يشكر الإنسان نعم ربه ويثني على ربه بتلكم النعم ويتقرب إليه. ولهذا لما كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل فتفطر قدماه وتقول له عائشة تخبره عن الضر الذي مسه، يقول عليه الصلاة والسلام يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا.